ومعاناتنا ظالين بليه بنزين من 11:30 انا واقف الله شاهد. اي ما اقدر حتى ما اقدر اطلع انطفت. هاي شوفت عينك. اي طلعت من 7 على باب الله عندي ربع بنزين اشتغلت كم كروه هاي وقفت. كل لا ما ساحه سعد لا مال دينار لا المتكامل ذيك كلهم ماكو ماكو ماكو. اخوي هاي البنزين من الباحه بالليل ماكو بنزين. ومن الصبح لحد الان ماكو بنزين، رحت مالت الطويسه، مالت الجويله، مال كتر الحجاج، مال فراهيدي ما بيهم بنزين. والله الازمه يا اخوي والله ما نعرف شنو، بس هاي انا هاي صار اكثر من شهر. بنزين انا حسب معلومات العده موجود، بس شنو السر ما تعرف. اكثر من هاي تقريبا صار لي 3 ساعات ادور على بنزين خلال اريد البنزين ماكو. زين شلون نطلع؟ شلون نمشي؟ شلون ما اعرف والله. تقريبا بالاربع بنزين خالد. ماكو. طالب الشارع كلها تعبانة الله يعلم ما حد يعلم بيها بس الله وياها ماي كل شيء ما تعرف به ساعات الدراجات عندي محل أنا بالسوق بالبصرة مع البهارات نوصل طلبيات هاي هسه دراجة واقفة ما أقدر أوصل سيارة ما وقف شغلة هسه كلش أنا تأذينا والله والعالم كلها تأذت هاي السيارات يعني ما أرجو تشوفونا حل هاي الأزمة عانتنا على البنزين ماكو أي والله وإحنا على باب الله نشتغل نجي البنزين خانة ما بيها بعد اي توقف شغلنا يعني نظل بدون شغل والله رحت هسه 2 ماكو ذيش وهاي الثاني هم والله هي الازمه هي عشوبت عينك يعني ما الحصه ما جاي تكفي يعني جاي نجيب الحصه من هاي تعطينا اياها الدوله حصه حصتين خلص ونظل لا هي جاي تعطونا هسه لحد الان حصتين حصه حصتين ما تكفي يعني المحطه تشوف عليها رجل 24 ساعه ماكو الباحه بالليل خلص ساعه بالوحده تقريبا Thank you.